السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم محاضرة اليوم بعنوان المجموعات المفتوحة في الفضاءات المترية. الآن نأخذ بعض التعاريف حول الفضاءات المترية. عندنا تعاريف مهمة: تعريف النقاط الداخلية، والتعريف الآخر اللي هو مجموعة كل النقاط الداخلية. ومن هذا التعريف راح نأخذ مفهوم الأوبن سيت بالمتريك سبيس. ما هي النقطة الداخلية؟ S راح افرض ان S هو مجموعة جزئية من متريك سبيس، وراح نفرض انه هاي النقطة X تنتمي ل S. ال X تسمى نقطة داخلية اذا وجدت كرة تحقق الاتي: هذه الكرة بول تحقق انه تحتوي X وتكون بالكامل داخل ال S. مثال على ذلك، يعني مثلا عندي هذا متريك سبيس وعندي S هو متريك سب سبيس، عندي نقطة داخل الاس، فإذا هذه النقطة وجد جوار يحتوي هاي النقطة هو بالكامل داخل المجموعة اس، بهالحالة اكس تسمى نقطة داخلية. طبعا مجموعة كل النقاط الداخلية نسيت افول انتريور بوينتس راح نزيدها انتريور اس. التعريف الثالث هو ان المجموعة اس تسمى اوبن سيت اذا كانت كل نقاطها نقاط داخلية. طبعا بمعنى اخر ان الاس هو اوبن اذا فقط اذا الاس يساوي الانتريور اس. التعريف الثالث المرتبط ايضا ان مجموعة اس تسمى كلوزد او مجموعة مغلقة اذا كانت متمة الاس هي مجموعة مفتوحة. مثل ما تعرفون تعريف المتمة ما هو كل العناصر اللي تنتمي للفضاء الاصلي واللي ما تنتمي للمجموعة اس. خلينا ناخذ هذا الرمز. المجموعة تسمى مجموعة مفتوحة إذا كانت كل نقاطها داخلية. شنو معنات كل نقاطها داخلية؟ معناته لكل نقطة تنتمي للأس يوجد R أكبر من صفر، بحيث إنه الكرة هاي النقطة تكون محتواة داخل كرة نصف قطرها R، والكرة لازم تكون محتواة بالكامل داخل الاس. فهاي معناته الريمارك. فهاي طبعا هاي الريمارك راح نستخدمها بجميع المبرهنات المقبله. فعلى مود اثبت ان المجموعه اوبن لازم افرض انه لكل اكس ينتمي للاس يوجد ار، بحيث انه الاكس ينتمي للكره اللي نصف قطرها ار، والكره تكون محتوات بالكامل داخل الاس. الان راح ناخذ امثله توضيحيه. خليني ارجع للمثال نفسه اللي اخذناه اللي هو يوكليديان متريك سبيس ال ار و دي، وخلينا نشوف شنو انواع الاوبن والكلوزد سيت داخل هذا الفضاء. فخليني افرض ان ال ار و دي مثل ما قلنا يوكليديان، راح افرض عندي اس هي المجموعه المغلقه مثل ما اخذناها بجسر 0 1، وخلي اشوف شنو نوعيه الاوبن والكلوزد سيت. طبعا فد ملاحظه مهمه، الملاحظه كل فتره مغلقه في الار هي مجموعة مغلقة، وكل فترة مفتوحة في ار هي مجموعة مفتوحة. سؤال: هل ان الاس open set in r او closed set in r؟ answer هو S is closed. شنو السبب؟ بس انا عندي S، فهل ممكن انه اخذ كرة بالR بحيث انه هاي الكرة تحتوي الصفر وتكون محتوات بالS؟ جواب لا. ليش؟ يعني اي كرة راح اخذها راح تعطيني كل الX بالR وليس بالS. دير بالكم الدي اوف الX صفر هي اصغر من R، وبالتالي راح تطلع عندي اي كرة اخذها هي من سالب R الى R، وهذه غير محتويات داخل الاس. فاذا اي كرة اخذ للصفر ما راح اقدر اجد انه هذه الكرة محتويات بالاس، فاذا الصفر ما يعتبر انتريور بوينت، از نوت انتريور بوينت، وبالتالي فان الاس اللي هي صفر واحد هي كلوزد. زين، خلي اخذ هذه الفترة، خلي اخذ هذه الفترة صفر واحد، هذه طبعا داخل الاسية اصلا كل الفترة.
سؤال، هل هي open ns open nr and y؟ خلي اجي اشوف اس، خلي اجي اختبر الصفر. طبعا عندي مشكله قلت لكم بالانغلاق، بدايه خلي اجي اختبرها داخل اس ns. طبعا من اس ايش راح يصير؟ راح يصير الاس ودي مقتصر على اس، فاجي للصفر. عندي مشكله وين بالصفر؟ الباقي كله ما في مشكله، فاجي ب نصف للصفر راح يساوي كل الاكس ينتهي من صفر واحد، بحيث انه القيمه المطلقه للاكس اصغر من النص، فراح يطلع لي مثل ما شفنا قبل شويه انه هي من فتره من الصفر للنص، وهذه داخل صفر واحد، فاذا هذه هي open n s. سؤال، هل ان الصفر واحد open n r؟ جوابنا ليش؟ لأنه عند الصفر أي كرة آخذها ال B أي R ل أي R ب R للصفر راح يساوي ال X اللي ينتمي لل R كلها، بحيث إنه المسافة ما بين ال X والصفر أصغر من R، وبهالحالة راح ينطيني القيمة المطلقة كل ال X اللي ينتمي لل R، بحيث إنه سالب r اصغر من x و x اصغر من r، فراح يعطيني هاي الفترة اللي هي سالب r r. طبعا السالب r r ما تكون داخل الفترة صفر واحد لكل الصفر اصغر من r و r اصغر من r. الان راح ناخذ هذه المبرهنة، المبرهنة شو تقول؟ تقول the union of any collection of open sets is open. طبعا بالبروف مالتها راح نفرض انه ال p هو collection of open sets، يعني p يساوي كل ال a، بحيث انه ال a هو open. بعدين راح افرض انه ال s مالتي هي الاتحاد مع ذني المجموعات كلهن. حتى اثبت انه ال s هي open لازم افرض انه لكل ال x ينتمي لل s يوجد r اكبر من صفر، بحيث انه ال x ينتمي ل b r of a، وال b r of a هي محتويات بالكامل داخل ال s. راح افرض x ينتمي ل s، فاذا ال x اما ينتمي لل a. ليش؟ لان ال s هو ال s هي عبارة عن اتحاد مجموعات، فبما ان ال x ينتمي ل s نفسها، فاذا هو ينتمي واحد من ال a، وهذين كلهم هم a a1 a2 a3 او a b c d وهكذا. فاذا بمعنى انا عندي نقطة تنتمي ل s، فهي لازم تنتمي لوحدة من بين المجموعات. طبعا هنا لانه ال a هاي ال a هي open، فيوجد جوار راح يحتوي ال s نفسه، فاذا وجدت يوجد جوار او وجدت كرة تحتوي ال x، وهاي الكرة داخل ال a بالكامل. زين، بما ان ال a هو داخل ال s، فاذا هاي الكرة صارت داخل ال s بالكامل. فاذا وجدت كرة، هاي الكرة احتوت على ال x وهي محتويات داخل الاس، فاذا الاكس هو انتيرير بوينت، وبالتالي فاذا الاس هو اوبن سيت. خلينا ناخذ هذه المبرهنه الثانيه. المبرهنه يقول التقاطع معناه في مجموعه منتهيه من العناصر من المجموعات المفتوحه هو يكون مجموعه مفتوحه. البرهان كما يلي: اس هو تقاطع كل المجموعات، بحيث ان الاو الفا هو اوبن سيت فور ايج الفا. زين، هنا ايش راح نقول؟ اذا الاس يساوي فاي، فالفاي هي اوبن سيت، هذا واضح. زين، اذا الاس ما يساوي فاي، فاذا يوجد على الاقل عنصر واحد ينتمي للاس. بما انه هذا العنصر ينتمي للاس، فاذا الاس احنا لما تقاطع مو اتحاد، فاذا ينتمي كل الاي الفا من الواحد للام. زين، بما انه الاي الفا هو اوبن سيت، اذا يوجد كره مفتوحه بكل اي الفا. خلينا ناخذ التوضيح للمبرهنه بهذه النقطه. ليش انا من فرضت الار هو المينيمم طلعت عندي الاكس محتوات بكره، وهاي الكره تكون داخل الاس، يعني داخل كل الاي، وبالتالي طلعت عندي الاكس وانتيرير بوينت واس هو اوبن. خلينا ناخذ هذا المثال توضيح المبرهنه. احنا ايش عندنا؟ عندنا الاس يساوي تقاطع لما الاي يساوي واحد الى ام اي اي. هنا انا راح افرض انه الام قيمتها اثنين، يعني معناته الاس هو تقاطع الاي 1 مع الـ A2. طبعا هنا الـ A1 والـ A2 اثنينهم شنو؟ open open sets. فرضت انه الـ X ينتمي للـ S، فإذا الـ X انتمي للـ A1 والـ X انتمي للـ A2.
خلينا نشوفها بالرسم. هذا الاس كلها خلينا نقول، خلينا نفرض هذا الاي 1 وهذا هو المتبقي كله اي 2، هذا اي 2. أنا عندي الأكس ينتمي للتقاطع، أنا عندي الأكس هنا موجودة، بما أن الأكس ينتمي للتقاطع، هسه لأنه الـ A1 open، إذا يوجد كرة، خلي آخذ هاي الكرة مثلا، المركز مالتها X، ونصف قطرها R1، فهاي الكرة هي صارت داخل داخل الـ A1. بعد، هنا بما أنه الاكس ينتمي للـ A2 والـ A2 open، فإذا يوجد كرة وين موجودة بالـ A2، هذه الكرة نصف قطرها R2. فهنا الفكرة إن ذني كرات مو شرط كل الكرات هنا داخل التقاطع، بس إذا أخذنا المينيموم مالة الـ R1 والـ R2 فمية بالمية راح يطلع هو واحد منهم. هنا بهالحالة طلع عندي الـ R1 والـ R1 مثل ما تلاحظون هو داخل التقاطع، فإذا بهالحالة وجدنا جوار، هذا الجوار اللي هو B R1 of X أو نفسه هو احنا سميناه BR لأن احنا سميناه الـ R1 منهم BR of X، هذا الجوار محتوى بالكامل داخل الـ S.